الو، اتفضل وليد اسماعيل. معاك وليد اسماعيل، اتفضل. شلونك اخي العزيز؟ والله بخير يا حبيبي، الحمد لله. والله اتفضل. الله يحفظك. ان شاء الله تكون عاقبتك كعاقبة محمد صابر. ان شاء الله تكون العاقبة بتاعتي عاقبة محمد صابر. اي نعم، عاقب السوء. طب اقول لك حاجة، بص، انت راجل بتفكر ولا مش بتفكر؟ نعم بتفكر اكيد يعني، ولا بتفكر في حتة اي تانية؟ نعم طيب الحمد لله. هو مش عندكم ان عمر بن نعم الخطاب بامر من ابو بكر الصديق امره ان يضرب نعم فاطمة ولا لا؟ اي نعم اكيد جميل هذا اوي، الشيء موجود. جميل اذا اوي. تسمح لي، معلش، اذا واحدة تسمح واحدة لي واحدة ممكن واحدة 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 اذا تسمح لي واحدة بس واحدة واحدة اي واحدة نعم واحدة. الله عز وجل لماذا لم يعاقبه كما عاقب محمد صابر؟ الراجل اللي أساء للنبي صلى الله عليه وسلم ورسم رسومات مسيئة مؤخرا في فرنسا، تمام، وأيده الرئيس الفرنسي، لماذا لم يعاقب إلى الآن يا أستاذ؟ ولا دول مش من أهل البيت؟ طيب، ممكن انت معلش بس، صاحب البرنامج، انا المتصل، معلش يا انا باشا، المتصل معلش. وانت صاحب البرنامج. فلما حضرتك تفكر كده وتبقى بني آدم ليك عقل، يبقى تعالى لي تاني.